السلام عليكم. معلومة جدا مهمة لأصحاب الليكزس أي فئة، سواء كانت ESLS. للأسف الليكزس سيارة جميلة وداخليتها جدا جميلة، ولكن الجلد الداخلي دائما يكون معرض لأشعة الشمس. للأسف الجلد فيها ضعيف، فدائما يصير فيه زي التشققات ويصير يابس مع مرور الوقت ويتقطع. طيب إيش الحل هنا؟ الحل طبعا أنك تواظب على عملية ترطيب المراتب بشكل دوري، أو على عملية تركيب النانو سيراميك على المقاعد الداخلية، بحيث أنها تعطي مقاومة من أشعة الشمس وما يصير الجلد معك يابس ويبدأ يتقطع. وإذا حبيت أنك تستخدم منتجات الترطيب، في 3 شركات معتمدة وفي شركات أخرى كذلك، ولكن راح أذكر أكثر الشركات اللي معتمدة. عندنا شركة سونكس، عندنا شركة مافرا، وعندنا شركة ماغوير. منتجات الشركات هذه تعتبر منتجات معتمدة وتقدر تستخدمها على سيارتك بدون أي أضرار جانبية حتى لو أخطأت.